وبركاته، معكم مصطفى من قناة مصطفى جيمز. اليوم جايب لكم باتل فيلد الحال، يعني اليوم جايب لكم باتل فيلد ونفس ما قد وعدتكم، حصور لكم فيديو وباتل فيلد همين، ويلا وان شاء الله توصلونا اشتراكات 150 مشترك، ويلا نبدا المقطع. وش نلعب؟ وش تبون نلعب؟ انا بقول نلعب جماعة يا اخي. تريون يا اخي دلولي سنت نوب متأكد يا اخي، على كلات اليوتيوبر كم توصل باتل فيلد؟ انا 50 اعلى كلاتي 50، يعني بديل العاب، يعني 64 كذا اكتل كذا، استخدم دعم بعدين استخدم مرات يعني هجوم دعم، وطبعا يعني حظ. طبعا يا عيال لو تبون اصور لكم فيديو بكرة، بيصير الفيديوهات بيصير مستمرة يوم الخميس، بصير الساعة 5، فهمتوا ولا لا؟ يوم الخميس الساعة 5 تصير الفيديوهات، يعني حسب حق امنتجا ذي الايام، حق امنتجا واسوي له كذا وحركات واضبطه ونرسل. اعوذ بالله لسه خلينا ننزل يا سلام، باخذ بي انا الا بالنور، توهم قد يلعبون. ذا ليفل 6 مبقي عليه كذا نايم، فركم درام على سي، والله قدام سي 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 سي. العدو لديه ما يكفي من الاهداف للسيطرة على هذه المعركة، استولوا على اهدافهم فورا. أعوذ بالله، والله ذا قلبها حرب عالمية، وهي حرب عالمية أصلاً. أبلع ما يموت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يموت. كف عليك والله بذبح ذا. فين بالله؟ درعمو قيمة. الله أكبر. ها قلت لكم انا ما احترف الحين، ها انا اصلا نوب. ما تدوس علي، دوس علي بالله دوس. كفو سي 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 سي. مدري لما صورت فيديو مدري ليك كل شوي اموت. تعال مين قال لكم انا نوب؟ انا اصلا نوب اصلا كمان. اصابوني احتاج الى مساعده. انا كذا اخترت هجوم مدري ليه، اختار لهم بنزل. فين سي بالله؟ خلي في مكان اصلي. لقد
لقد استولينا على جميع الأهداف، لكن لا تتهاونوا. أطلق النار عليهم، إنني أريد أعلان الذخيرة. من هنا اننا نفقد هدفين. شو رايك مال اسوي نفس السنايبر والله قدام؟ يا الهي احتاج الى مساعد. والله يا علي شو رايك بالسنايبر؟ الله يفيد بذا المكان. بقى النص. والله انا محافظ على شيء. تعال انا اقول لكم باتل فيلد ما تفيدني لان اللعبة هي استراتيجية. يا اخي الندع ذا حقي، انا ما العب ذا، العب ذا اصلا. نرجع فيه احسن. ذبح كم واحد الحين انا؟ يا سلام صفر، عندي 3000 نقطة. كيف ما ادري، لا تسألني.
إلا والله شكلهم كلهم أقوياء. والحين بأرق بعد أرق ألف كمان كون هنا حقت هنا حقتهم شوفوا نص حقتهم أنا بروح أستولي على بي هم أي عشان نخسر انا بناي طب عليك يلا بنب حيوان قلب شو ابله ما قصرت والله كيف الحال؟ الحمد لله بخير والله بنزل والله لا 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 بنزل من ذا من ذا قاعد يطلق أعوذ بالله من فلو كيف الحال؟ بس ساعدني بالله بوليس كلب واخيرا ساعد الحمد لله تعدي
اوريكم اللعب الحقيقي يصير. لا جتني فكرة عندهم يساعدوني ببني ذي عشان مرة ثانية يجمني منها. يا فان فكرة ذهك مع ذهك مش هتفش ابغى خزاني تيتا يا اخي دول هاكات. قطعنا نصف الطريق نحو الفوز بالمعركة، استمروا. ومن هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك والدعم ويلا بيس اوت.